يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل أخذ من مالي شيئا من غير استئذان، ثم طلب مني رجل أخذ من مالي مالي من مالي ماله مال المتكلم، نعم، أخذ من مالي شيئا من غير استئذان ثم طلب مني السماح، فقلت له ادفع لي مبلغا من المال لأسامحك، فهل فعلي هذا جائز؟ خذ مالك، خذ رأس مال اللي هو قد يرد عليه من غير زيادة، زيادة ما لها وجه، فخذ ما أخذ من مالك ويكفي، ولا سامح جزاك الله خير. نعم.